المحاضرة الجاية بتاعت أخي وزميلي الدكتور محمد عوض أستاذ البطنة والإندوكراين جامعة الزقازيق، هيقول لنا البيتا سيل كان ريجين اتس فانكشن أجين أور نوت، بيتا سيل رينيوال. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. طبعا في الأول بيتقدم بالشكر لدكتورة أنس شدود على إنه هي دايما ودكتورة رفعت رشوان طبعا أستاذنا الكبير والغالي ويعني كبرنا زي ما نقول على إنه في الاسد او في الجمعيه كل سنه بيبقى في سيشن للزقازيق بحيث ان احنا نقول الحاجات الجديده. طبعا this is very hot topics. هل هي يوم والبيتا سيل ريجنريشن والبيتا سيل رينيوال يبقى حقيقه؟ يعني اذا كان هو حلم دلوقتي وهنشوف ازاي الحلم والار ان دي في شركات الادويه، هل الحلم ده sooner or later يعني هل هيبقى في near futures ولا على long term زي ما هنشوف؟ انما بالقطع لو قدرت اعمل بيتا سيل رينيوال او ريجنريشن سواء في التايب 1 او في التايب 2 دايابيتس فانا كده وصلت لاقصى درجات الحلم. بنشوف هايلايتس للاجنده بتاعت الميتنج او بتاعت المحاضره، هايلايتس على البيتا سيل وعلاقتها في الباسو فيسيولوجي اوف دايابيتس، وبعدين الديفرنت ابروتش اللي افيلابل واللي ان ديفلوبمنت، يعني ايه هي الحاجات اللي في ايدي دلوقتي بتقول اي كان بريزرف اي كان حتى ولو على مستوى الانفيترو ستاديز اقدر اعمل بيتا سيل ريجنريشن او رينيوال. هنشوف الايفيدنس اللي موجود. في الاول البيتا سيل وعلاقتها بالايدز، زي ما بقول دايما ربنا خلق الايلينز واللانجرهانز كلها عشان خدمه البيتا سيل، لانه اهم هرمون حتى الجلوكاجون له دور في البيتا سيل. لسه كنت بتناقش مع الاستاذه حنان على الالفا بيتا سيل كروستوك، انه 80% من الايلينز واللانجرهانز ار بيتا سيل. بيتا سيل از فاندمنتال سيلز ان ذا ايلينز اوف لانجرهانز، بوس الفا دلتا سيل وحتى الدكت سيل وحتى الاشنر سيل، اي خليه في البنكرياس سوف تسخر لانتاج البيتا سيل زي ما هنشوف فيما بعد. البيتا سيل سيكريتس ميك اند سنسز انسولين، الانسولين ذا موست امبورتنت هرمونز في الجلوكوز هوميوستاسيس لوحده في كفه وكل الانتي انسولين في كفه ثانيه. ايه هي السيل سورسز اللي اقدر اطلع منها بيتا سيل؟ دي نقطة مهمة جدا وبالتالي هتبقى ار ان دي في شركات كتيرة في الفارما. أول حاجة البنكرياتيك داكت سيل أو الأسنر سيل أو التلتا سيل أو الألفا سيل، كل دول ار سيلز أقدر أنتج منهم بيتا سيل، وبالتالي هذا هو السيل سورس اللي أقدر أشتغل عليه عشان أحول هذه الخلايا إلى بيتا سيل. البيتا سيل ماس زي ما شايفين في السلايدز سواء في التايب 1 او في التايب 2 دايابيتس هي بالانس بتوين بيتا سيل لوس اند بيتا سيل ريجنريشن. طب البيتا سيل ريجنريشن جاي منين؟ جاي من ثلاث حاجات مهمين. اول واحد البيتا سيل ريبليكيشنز او النيوجينيسيس سواء من الايلاند او النون ايلاند سيل او البيتا سيل هايبرتروفي. اما البيتا سيل لوس فقد البيتا سيل through two important parts of physiology. رقم واحد السيل ديس اللي هو بنسميه سيل ابوبتوزيس او what is called بيتا سيل دي ديفرنشيشن، التخلص من البيتا سيل عن طريق what's called بيتا سيل دي ديفرنشيشن. طيب البيتا سيل جنريشن بيعتمد على الورك لود، كل ما كان البيتا سيل عليها ورك لود الديجنريشن بيقل، كل ما البيتا سيل عليها ورك لود معدل الانتقال من النورموجلايسيميا مرورا في البري دايابيتس الى الفرانك دايابيتس يعتمد على قد ايه من البيتا سيل يقدر يستحمل هذا الورك لود اللي عليها نظرا لوجود هايبر جلايسيميا ميتابوليك سندروم انسولين ريزيستنس وات ايفر ذا باثوفيسيولوجي. يبقى النقطه الفارقه في التحول من النورموجلايسيميا الى الدايابيتس از بيتا سيل فيلير، ومن هنا البيتا سيل فيلير از اسينكوا نان فيتشرز،
is the fundamental features في in both the pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes. بالرغم من انه type 1 الاختلافات في الباثوفيسيولوجي انما البيتا سيل فيلير هي السمه الوحيده اللي بتميز both types of diabetes. طيب ازاي اقدر اطلع بيتا سيل؟ ازاي اقدر اطلع functioning بيتا سيل؟ اول حاجه اعمل بيتا سيل ري ديفرنشيشن. يعني انا قلت من ضمن البيتا سيل this is the differentiation، لا ده انا هعكس، ههندس البيتا سيل اللي بدات تو دي ديفرنشيت ثرو ا ميكانيزم كولد ري ديفرنشيشن، ادي اول واحده، او النيوجينيسيس سواء اعاده انتاج بيتا سيل من البلوري بوتنت سيلز او من البيتا سيل، او وده النقطة المهمة جدا اللي هي فيوتشر ار ان دي واتس كولد ترانس ديفرنشيشن، هو تحول الخلايا النون بيتا على سبيل المثال الدكت سيل، الاشنر سيل، الهيباتوسايت، الانتيرو جات سيلز، كل هذه السيلز اقدر احولها الى بيتا سيل باي ذا بروسيس اوف كولد ترانس ديفرنشيشن. والنقطة الثانية السيلف ريبليكيشنز، ان انا استخدم موداليتي او بروسيجرز اقدر اعمل ري ريبليكيشن للبيتا سيل. نقطة مهمة جدا، the most important sensing functions of the beta cell is glucose. والجلوكوز هو المسؤول عن انتاج الانسولين، مش بس كده، ده الجلوكوز بيحسن اداء البيتا سيل وبالتالي بيحسن النيوجينيسيس ويقلل السيل ديس، ويتعظم هذا الدور في وجود الانكريتينز ان بارتيكولر الجي ال بي. يبقى بالتالي الانسولين از a recipe for beta cell، الجي ال بي از a recipe for beta cell. يبقى لو انا استخدمت both modalities اللي هو الجي ال بي with insulin therapy at the start of type 2 diabetes I can remit type 2 diabetes. طيب ازاي اعمل evaluation للبيتا سيل؟ through surrogate markers كلنا عارفينها، السي بيبتايد والهوما بي، وحاجه اسمها الديسبوزيشن اندكس اللي هو الانسولين على الجلوكوز ناقص الهوما اي ار. اذا from this section we can conclude بيتا سيل is the fundamental cells في الايرن اوف لانجرهانز. There is a delicate balance between beta cell loss and beta cell regeneration. Both type 1 and type 2 are characterized by beta cell failure. In humans, beta cell function can be assessed بثلاث حاجات دول، الهوما بي، الديسبوزيشن اندكس، اند سي بيبتايد. In type 1, there is autoimmune destruction of beta cell due to milieu of cytokines and inflammatory biomarkers. النتيجة الأخيرة إن في بيتا سيل فيلير. إنما الغريب في الموضوع إن إحنا كنا معتقدين إنه العيان اللي عنده تايب 1 دايابيتس فهو زيرو بيتا سيل، لا، هذا الكلام حديثا حتى في الناس اللي عندهم مين ديوريشن من فوق 10 سنين ستيل وي هاف بيتا سيل. وبالتالي شوية البيتا سيل دول اللي موجودين في الأدفانس تايب 1 دايابيتس يمكن لهم شغل فيما بعد في الـ R&D. إذا type 1 destruction of the beta cell، the natural history is decline in beta cell لدرجة إن الـ ADA عملت classification لـ type 1، أول حاجة اللي هو الـ occurrence of autoimmunity، ثم مرحلة الـ insulinitis، ثم مرحلة الـ frank diabetes. People with type 1، تذكر هذه الكلمة في آخر سطر من الفيجرز، إن الناس اللي عندهم type 1 diabetes can retain some function beta cell after the disease onset. البيتا سيل وعلاقتها في type 2 diabetes، أدي الباثوفيسيولوجيكال deterioration للي بيحصل في البيتا سيل في type 2 diabetes، كلها المحصلة بتاعتها oxidative stress سواء جاية من الهايبرجليسيميا، reduced beta cell mass، ال increased secretory demand، and ال defective في الانكريتين باثواي. وبالتالي
قانون التايب 2 دايابيتس في تايب 1 او في تايب 2 مش هيحصل فرانك دايابيتس الا لما يكون في بيتا سيل فيلير، وبالتالي بيتا سيل فيلير بيجانز ات ايرليير ستيج ان تايب 2 دايابيتس. والغريب في هذا الكلام انه الناس الاوبيز بيفقدوا بيتا سيل اكتر من اللين، لدرجه انه بنقول اوبيز انديفيدوز ويز تايب 2 دايابيتس هاف مور ذان 60% loss للبيتا سيل، على عكس اللين ممكن يوصل الى 40%. There are multiple pathogenetic mechanisms اشهرها الانكريتينز، اوكسيديف ستريس، ترانسكريبشنال فاكتور، جلوكوتوكسيستي ماشي، لايكوتوكسيستي ماشي، اميلويد ديسبوزيشن، كل هذه الباثوفيسيولوجي تؤدي الى بيتا سيل فيلير. سايتوكاينز في محصلة هذا الموضوع انه تايب 2 دايابيتس